ندرك جيداً بالمؤسسة الوطنية، بالائتلافات، بالائتلاف الوطني، بالشبكات، بكل المناهضين، أن ما نقوم به لإلغاء عقوبة الإعدام يتطلب قطع مسار طويل لتفكيك أولى العناصر المعقدة لهذه العقوبة، التمثلات التي تستعمل لتبرير الإبقاء على الإعدام، وأننا المناهضون، كل المناهضين لعقوبة الإعدام سننجح في تغيير المبررات، لأننا مثابرون ومصممون على الإلغاء للإلغاء العميق، وطموحنا الإبقاء على الحياة أعمق من تصميمنا على الإبقاء على ومناهضة الإلغاء. أكدنا السنة الماضية السيدات والسادة على موقف مؤسستنا على أن تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها قائمة في القوانين هو أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتباراً للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق، ودعونا إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي وتتجاوز في تداعياتها النفسية وتبعاتها الاجتماعية تنفيذ عقوبة الإعدام. واليوم نؤكد قناعتنا في هذه السنة أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحداً ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع، وسنشتغل خلال هذه السنة على نشر هذه الرؤية أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحداً مع كل من زملائنا والمناهضين لعقوبة الإعدام. لا بد من التذكير باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحضور الكريم بأن الثابت الذي يبني عليه المجلس موقفه الداعي لإلغاء الإعدام هو أولاً طبيعة الحق متأصلاً مطلقاً وعليه تتأسس كل الحقوق الأخرى. ثانياً، طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق وتدعو مرة أخرى وتجدد دعوتها المشرع إلى ترجمة المقتضيات القانونية بالقانون الجنائي بما يتلائم والمادة 20 من الدستور وما تم المصادقة عليه بدون تحفظ من طرف المملكة المغربية. ونحن نحتفي بعشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الفضاء الذي لا يذكرنا بل فقط لنعيش تلك اللحظات العشرين سنة التي عمل زملاء لنا. نرحب بالسيدة لطيفة أجبابدي حاضرة معنا اليوم في هذه العشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة. ننتظر أن نتقدم خطوات للمصادقة على البروتوكول الاختيار الملحق بالعهد كتوصية من توصيات تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وبعلاقته بكذلك التصويت لصالح القرار الدولي لوقف التنفيذ خلال اجتماع اللجنة الثالثة في دجنبر المقبل.